كتب الغنوشي أياما قليلا مقالة للواشنطن بوست ونشرت يومين أو يومان بعد سجنه: الطريق الوحيد لإنقاذ تونس هو الحوار الوطني. نرجع معكم على خارطة التأييد الذي حظي به الغنوشي الآن، أركز من جديد، اسمح لي، أنه هذا التعاطف هل جاء من شخصية كاريزما الغنوشي، مكانته الفكرية، أم أنه تحركت فيهم؟ قال كان عندهم شعر سيدنا علي، نقول احنا في العرب، اللي حرك فيهم أنه رجل دولة، رئيس برلمان منقلب بالدبابة، يعني ينقلب عليه ثم يوضع في السجون. شنو اللي حرك، شنو اللي أحرج الغرب أكثر؟ يعني الحقيقة نحن نعيش في فترة، أنا باعتقادي هي فترة استثنائية، آمل أن تكون استثنائية، حيث نشهد تراجع قيمي واسع الحقيقة على مستوى العالم أجمع، وعلى رأسها الذين يتشدقون بالقيم والمفاهيم الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات وما شابه. الحقيقة نشهد تراجع غير طبيعي، وهذا نشهده في القارة الأوروبية، نشهده في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مختلف المناحي. وللأسف الشديد نشهد أيضا تراجع من حيث الوقوف والمساندة لحقوق الإنسان، لمعايير الديمقراطية، لكذا التي تكون في بلادنا. هذا وجدناه في حالة مصر وحالة ليبيا وحالة سوريا وحالة اليمن، وجدناه جليا أنه العالم الذي بقي يحاضر فينا ويلقي علينا الدروس في كيفية أن نتحول إلى الديمقراطية وأن نكون إنسانيين وأن نستقبل الجميع وأن وأن وأن، ثم بعد ذلك وقفوا يتفرجون بينما الدبابات تسحق الديمقراطيين، تسحق الشباب، تسحق الأطفال، تسحق النساء، ولا تبالي، وبقوا يتفرجون. ومنذ ذلك الوقت ونحن نشهد تراجع، ولكن هذا لا يعني بأن الجميع منغمس في مثل هذا التراجع، إنما حقيقة لا تزال هناك رموز وشخصيات وازنة فكرية، أيديولوجية، سياسية، إعلامية، هذه لا تزال منتبهة للمشهد وتذكر. ذاكرتها ليست آنية، إنما ذاكرتها قديمة، ورأت الدروس ورأت المتغيرات وعرفت الأشخاص والتقت بهم وتهتم. فهناك جمع بين كل ما تفضلت به. نعم، الشيخ صاحب شخصية كاريزمية جاذبة، وفكره جاذب، فكره جاذب. وكثير، أنا ربما أذكر يعني الآن بشكل سريع أذكر 4 أو 5 لقاءات والشيخ يتكلم بأفكاره التي قرأتها وأنا شاب صغير، وإذ بالجمهور يبهر ولا يصدق. أنا أذكر أحدهم في جلسة في يعني أحد الأماكن، حينما سمع الشيخ سأله سؤال مباشر، قال: هل تقول هذا الكلام يعني والله مجرد حتى ترضينا؟ هل هذا الكلام مؤقت؟ هل يؤمن معك الإسلاميون أيضا بهذا الكلام؟ لأن هذا الكلام الذي تقوله كلام رائع، هذا وأنا شاهد. ومثل هذه اللقاءات لقاءات كثيرة. لكن أيضا هناك اعتبار آخر، وهي بأنه يعني هناك حقيقة من يؤمن بأن المسار الديمقراطي ينبغي أن يذهب إلى مداه، أنه التحاكم إلى صناديق الاقتراع هو الحل، هو المخرج، وأنه عودة الدبابات إلى الشوارع هذا لا يخدم أحدا، لا المصالح الغربية وبالطبع ليس أبناء الشعب نفسه. وكذلك فهناك من ينظر إلى يعني إلى أنه ماذا بعد ذلك، ومثل ما تفضل الأستاذ سليم، يعني طيب الآن صار حوالي سنتين، راح يكون لنا 20 شهر، وقيس سعيد أعلن الانقلاب مالا وطمن الغرب أنه هذا الآن الأمور ستتحسن. نعم. والأمور ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ هل وجد الشباب التونسي وظائف؟ هل قامت المصانع التونسية بالإنتاج؟ هل زاد الإنتاج القومي المحلي لتونس؟ ماذا حصل؟ مجرد أنه زاد عدد للأسف الميزانية لحافت الإفلاس، وهناك خطورة أو مخاوف من انهيار اقتصادي كما قالت رئيس الحكومة الإيطالية. طبعا، وأيضا يعني في فترة، وأنا هذه تأكدت من هذه المعلومة اليوم، كنت أتكلم في قضية تونس، يعني طوال 10 سنوات الذهبية التي شهد فيها شعب تونس الحرية، وكانت تونس تقف يعني بمنزلة متميزة في أعين شعوب العالم، أنها قامت بتغيير سلمي أدى بها إلى الديمقراطية والحرية والانتخابات الحرة النزيهة والعمل الحزبي المفتوح. طيب، هذه طوال هذه السنة لم يكن هناك سجين سياسي واحد،
ثم يأتي قيس سعيد وفجأة تمتلئ السجون مرة أخرى بالسجناء السياسيين. الحقيقة هذا الموضوع يعني يكون كاهله على الضمير، ضمير الكثير من الناس حقيقة. هو هذا ما أثبته واشنطن بوست بالرول باك، ديموكراتيك رول باك، يعني انتكاسة. صحيح. فلذلك أنا يعني أؤكد مرة ثانية ورسالة مهمة أوجهها إلى من يعتبر. هناك أحدهم قال لي قولا جميلا، قال لي المشكلة أن يبدو أن في تونس تيارات، وهي إن شاء الله تيارات أقلية، تكره الإسلاميين أكثر من حبها للحرية والديمقراطية. طبعا هو وصف وصفا يعني موجزا وشافيا، ولكن كم هو مهين بالنسبة لهؤلاء الذين يصفقون لما يفعله قيس سعيد، ولما تكون عليه ويكون عليه دأب الأنظمة الاستبدادية في المنطقة برمتها. الواقع أن الرسالة ينبغي أن ترسل أنكم تراجعتم بمكانة تونس وسط العالم، أنكم يعني آذيتم أنفسكم وآذيتم الأجيال التي اليوم أبناء تونس اللي أعمارهم 20 و25، هؤلاء جربوا الحرية، هؤلاء عاشوا عقدا كاملا من الحرية والانعتاق من الخوف والحديث بشكل صريح والانتقاد للحكومة بشكل صريح واختيار المسؤول وإقالته إذا أرادوا. هؤلاء لن يعودوا كما كانوا في زمن البورقيبة ولا بن علي. فالحقيقة لأمن البلد ولسلامته ولرفعته ولنمائه ينبغي العدول عن مثل هذه المجلس، لأنه الحقيقة في نهاية العالم، العالم لن يقف معكم مهما قلتم ومهما يعني شاوركم في أذنكم يعني أمثال محمد بن زايد ولا غيره من الظلمة. لذلك يقول الإمام المجدد محمد طاهر بن عاشور، يقول إن الحرية أثقل عبئا على الظالمين والجبابرة والمخادعين، فلذلك ما فتئ هؤلاء منذ أقدم العصور يبتكرون الحيل للضغط على الحريات وتضييقها أو خنقها. رحم الله الإمام بن عاشور. شكرا جزيلا سعادة الأستاذ أنس التكريتي، مؤسس قرطبة الحوار الثقافات ورئيسها، شرفت بحضورك ولا لقاءات قادمة. أستاذ من عزيز لكم تحية لشعب تونس وتمنياتنا لهم بالحرية والانعتاق من الاستبداد والطغيان والفرج لكافة المخطوفين، فهم فعلا مخطوفين. شكرا جزيلا.